ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول: ما حكم الانتماء لمذهب الصوفية وهل نكفر الصوفية؟ لا يجوز الانتماء لمذهب المبتدعة من صوفية أو غيرهم، لا يجوز للمسلم أنه يتبع المبتدعة سواء من الصوفية أو من غير الصوفية، وإنما يتبع مذهب أهل السنة، ولا يمكنه ذلك إلا إذا تعلم وعرف مذهب أهل السنة وعرف مذاهب المبتدعة، لا يمكن هذا إلا بالعلم. أما الجاهل فلا يمكنه أن يتجنب المذاهب المبتدعة لأنه لا يدري، ربما يستحسنها ويظن أنها خير، فالجهل آفة. والصوفية ليسوا على حد سواء، منهم من يصل إلى الشرك، منهم من هو مبتدع فقط، ومنهم من هو مشرك وهو الذي يدعو الموتى من دون الله ويستغيث بالقبور ويدعو مشائخه ويعتقد أنهم ينفعون أو يضرون وأنهم يتصرفون في الكون. فالصوفية أصناف، ما هم في صنف واحد، بعضهم مبتدع فقط وبعضهم مشركون وبعضهم ملاحدة، وهم أهل وحدة الوجود الذين على مذهب الحلاج وابن عربي وابن سبعين والتلمساني، هؤلاء أكفر أهل الأرض أهل وحدة الوجود. ومنهم المشركون وهم الذين يدعون من دون الله مشايخهم وسادتهم ويدعون الأموات ويستغيثون بالقبور، هذا شرك.